احتفلت نقابة الصحفيين العراقيين وافرع النقابة في محافظة الأنبار بعيدهم 154 لتأسيسها مطالبين بتفعيل قانون حمايتهم وإعطاء حقوقهم المشروع. يعني في البدء أبارك للأسرة الصحفية في العراق وعامة وفي محافظة الأنبار على وجه الخصوص بمناسبة الذكرى 154 لتأسيس الصحافة العراقية، واليوم هذا الاحتفال والكرنفال الكبير الذي تشارك فيه محافظة الأنبار أسوة بمحافظات العراق الأخرى في بغداد عاصمة العراق، وهذا التجمع الكبير الذي يعبر عن رقي الأسرة الصحفية، السلطة الرابعة التي تحاول دائما أن تكون هي الوجه المشرق للعراق العظيم، على الرغم من كثير من المعاناة التي تعانيها الأسرة الصحفية من خلال تعطيل قانون حقوق الصحفيين الذي أقره البرلمان عام 2011 وحقوق الصحفيين بالقضاء على الأراضي وكثير من الأمور اللي نتمنى أن يكون هذا العيد بداية لاهتمام حكومي حقيقي من خلال تفعيل هذه القوانين. وانت بألف خير وشكرا لقناتكم الكريمة. طبعا بهذه المناسبة العزيزة نهني كل زملاء الصحفيين في العراق وخاصة في الأنبار. كصحفيين في الأنبار أنا كنت مراسل حربي، شاركت في كل المعارك اللي خاضتها القوات الأمنية لتحرير محطة الأنبار من دنس داعش. حقيقة اليوم نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وهو عيد الصحافة العراقية. اليوم من كل محافظات العراق في بغداد الحبيبة تحتفل بهذه المناسبة العزيزة. حقيقة هناك حقوق للصحفيين بالعراق، أبسط شيء يعني القطع على الأراضي. لحد هذه اللحظة إحنا ما استلمنا صحفيين قدامى بالأنبار وقدمنا وضحينا الكثير لهذا العراق ولهذا البلد العزيز ولمحافظتنا، ولكن نفتقر لعدم استلام الصحفيين للقطع على الأراضي اللي هي من أبسط حقوق الصحفيين بالعراق. كل عام وأنت وقناتكم والأسرة الصحفية أجمع بألف ألف خير، يا رب المزيد من التألق والازدهار. المرأة الصحفية موجودة وبفعالة وقوية وبصوتها المسموع. شاهدنا أدنى شهيدات الصحافة أكثر من 38 امرأة، يعني هذا عدد هائل أثبت دورهن ونقلن أبهى صور وأجمل انتصارات في المعارك. يعني المرأة العراقية أكيد هي شجاعة ومعروفة بالنخلة العراقية الشامخة، وأما الصحفية وأما المراسلة وأما في المجالات الأخرى تجدها ببسالتها بقوتها بعزمها بإرادتها. المرأة العراقية شجاعة وتبقى شجاعة، وأكيد الصحفية لها دور كبير من خلال المايك ومن خلال الكاميرا.